أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. إحنا أكيد عندنا عادات كثيرة بالأعياد، ومن ضمنها الأطباق اللي بنحضرها فترة عيد الأضحى أو حتى عيد الفطر. هذه الأطباق طبعا لها قصص وحكايات كثيرة حنتكلم عنها من خلال ضيفتنا الكريمة. إحنا معنا السيدة حورية غندور، وهي المعروفة في صناعة وتقديم مختلف هذه الأكلات الحجازية تحديدا. يسعد مساكي. مساكي يا قمر، أهلا وسهلا فيكي. الله يسعدك. ما شاء الله تبارك الله، حضرتك اللي بتصنعي هذه الأطباق، متخصصة في الحلو، في الحلويات، في إيه بالضبط؟ أيوة، يعني الحمد لله في كل الأنواع بحب أشتغل. يعني هواية من سنين طويلة وأنا صغيرة، يعني تمام. فحبيت يعني أكملها ما شاء الله وأنا كبيرة، وحبيت أحط الجديد مع القديم، وبقدم برضو الأشياء التحف، الحاجات اليدوية دي مع الأطباق مع الأكل، بنعملها حاجات يعني الحمد طيب لله. احنا عايشين بالحجاز وفاهمين القصه كلها وعارفين ايش اللي بيصير وقت قبل العيد وبعد أيوة العيد طبعا. الى اخره. زحمه المعمول. أيوة. حكيني اكثر، ايش الاشياء اللي بتصير وقت الاعياد؟ ايش التحضيرات اللي اهل الحجاز بيعملوها؟ والله التحضيرات عاد احنا لازم عاد العيله كلها تتلم. يعني العوائل اول شيء كنا الستات الكبار، بعد كده صرنا نعلم بناتنا كمان. فالمعمول طبعا ما كان في عندنا قوالب وكده، فكل واحده مثلا اللي يدها اطول شويه تطلع الحبه طويله، اللي يدها اصغر تطلع الحبه صغيره. ف لها علاقه باليد؟ لها طبعا، لانه ما كان في قوالب، لكن دحين كل شيء اصبح بالقوالب ومرتب يعني اكثر. فطبعا الستات كانوا يجتمعوا، واللي تعمل الدقيق واللي تجيب السكر واللي تجيب يعني على بدايه الحج يكون المعمول خلاص كله جاهز ومعبى في علب، على اساس كمان لما يجوا الحجاج يعني ما شاء الله برضو يستطعموا معانا الاكلات حقتنا. طبعا هذا بالنسبه للمعمول من البدايه. هذا ايه بالضبط؟ هذا معمول اللي قدامك. ده معمول، وده اكله من اهل مكه، دي اكله اسمها الحلاوه التركي. بس الحلاوه التركي. الحلاوه التركي، بس انا بعملها بطريقه جديده على اساس عشان تخليها الحلاوه الحجازي. لا لا لا، هي برضه الحلاوه التركي، بس طريقه تقديم زمان احنا كنا نقدمها بطرق يعني بالصواني، بلا دحين الناس يبغوا الحاجات الصغيره. فانا عملت لهم نفس الطعم القديم بالشكل الجديد. فالحمد لله يعني في الافراح في المناسبات بنقدمه كطبق جديد وقديم مع بعض، الحمد لله يعني ما شاء الله تبارك توفقنا فيه يعني الحمد لله ما شاء الله. طب انت حكيتينا عن الحلو، ما حكيتيني عن باقي الاشياء. طبعا بعد كده عندنا اللحمه، وعندنا عيد اللحمه وفته الراس والرز، رز عرفه، والرجال لما ينزلوا يذبحوا، يعني انواع اللحم كلها في عيد الحج، ما شاء لحمه الله. راس ولحمه كله يعني. فطبعا نقسم لحمه الخروف على كم نوع، على كم طبخه، شيء يصير في الفطور في الصباح، وشيء يصير الظهر، وشيء في الليل، وكل أكلة لها شيء. مثلا رز اسمه رز عرفة متى نسويه، وفي الصباح نسوي المقلقل، الكبدة مع القلوب مع أوصال لحم، ونعمل برضو شيء اسمه السلات برضو من الشحم الخفيف وكده. يعني الخروف كله بنحاول نعمله طبخات وأشكاله. أول يوم العيد الصباح كده الناس بتاكل العيد. إيه؟ طبعا اللحمة اول شيء، الرجال يروحوا يذبحوا كل شيء ونجيب، وطبعا الصغار والكبار والكل يشتركوا في الموضوع فيه. طبعا اكيد عشان كمان يتعلموا. طب يعني اول يوم هذا بالنسبه للي بتعملوا، ايش اطباق اللحمه؟ قلتي لي فته، وايش كمان؟ وبنعمل مثلا طبخه اسمها المقلقل، برضو اللحم كله تقريبا يعني على الصاجات كده، تنحط الشحم على اللحم وتقطع اللحم صغار، بنحاول يكون كله لحوم يعني. وطبعا مو زي دحين الناس بتخاف من اكل اللحمه، كان الناس تاكل اللحمه وبتنبسط فيها. في طقوس للذبح، اشياء بتسووها يعني احنا بنعتبرها هذه نافذه لتعريف الناس بعادات الطقوس او العادات الحجازيه في الاعياد. طبعا العادات اول شيء طبعا الخروف يجي من بدري، وممكن يكون صغير شويه يفضلوا ياكلوه العيال، يجيبوا له ابوهم يجيبوا العلف ويجيب كل شيء، وممكن طول الايام دي هم الاطفال يصير كانه صاحبهم الخروف، ياكلوا ويشربوا يتصاحبوا معاه يعني. وطبعا يوم الذبح كان بيكون يوم صعب عليهم، بنشيلهم عن الذبح، بس بعد كده في توزيع اللحم في هذا كل شيء يتشاركوا يعني. دحين احس الاطفال شويه بعيدين عن اشياء كثير يعني.
طيب خلينا نقول هل في فرق بين زمان الأعياد والتحضيرات والأشياء هذه اللي كانت تصير اللي هي تحضيرات ما قبل العيد؟ في فرق زمان لو رجعنا الأول وبين الآن، إيش الأشياء اللي اختلفت علينا؟ اللي اختلفت دحين الناس أصبحت يعني إحنا كان المعمول ده مهم جدا، وكان بالنسبة وجبة مثلا طول أيام الحج الناس تأكلها، وبرضه ما كان يكون بدل الحجم الصغير، كان يسووا بأحجام كبيرة. دحين الناس بتخاف تأكل دي الحاجات، فطبعا قللت من الموضوع ده. بس في ناس كثير يحب إنهم يعملوه يعني كعادة وكعيد، ولازم يعني يتنافسوا في وكل واحدة تدوق جارتها، وكل واحدة دحين شوية الناس بدأت تخف من دي الحاجات عشان بيخافوا من السكريات والدقيق ودي الحاجات. لكن العادات حلوة أيوة، لكن برضو دحين بنحاول دائما مع أولادنا بنعودهم على دي العادات، لو حتى الشيء الصغير. يعني في عادات إحنا ما نبغاها تندثر، نبغاها طول العيد. الأضحى مشهور بكده، عيد رمضان مشهور بكده، الحاجات دي يعني تروح، وما نبغى الأشياء الأجنبية هي اللي دائما بتجي، مثلا في حتى في نوع الحلويات، نوع زي ما قلت لك. أنا لسه كنت بقول لك طب التركي إيش أوضاعه لما قلتي لي الحلاوة؟ لا هي اسمها حلاوة تركي لأن أصلها من من زمان برضو الأتراك، تعرفي في مكة يعني مثلا أكل هندي، أكل تركي، أكل برضو من الحاجات كانت الناس اللي تيجي الحجاج كانوا أهل البلد يتعلموا أشياء تمام كثير. تمام. إحنا نشكرك ونشكر تواجدك بسيدتي، ونتمنى لك إن شاء الله عيد مبارك وتعطينا المزيد من هذه الأشياء الحلوة اللي حضرتك بتسويها لنا دائما. يعطيك ألف عافية. إن شاء الله بإذن الله. شكرا تواجدك سيدتي. العافية، هلا وسهلا. إذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقرة سيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، عيد الأضحى بين الأمس وذكرياته واليوم بروتينه.